طيب خلينا بقى ننتقل إلى الناحية الرياضية. الحقيقة النهاردة في كرة السلة قدم النادي الأهلي مباراة عظيمة الحقيقة في كرة السلة. اللي ما يعرفش اللي يفتكر إن إحنا بنلعب فرقة من لبنان دي، اللي إحنا بنلعب فرقة نص نص أو حتى هي فرقة جيدة، يبقى ما يعرفش في كرة السلة. لبنان في كرة السلة من أكبر الفرق المتواجدة في آسيا. في آسيا. فخلي بال حضراتكم إن أنت الفريق اللي حضرتك كنت بتلعبه أو اللي النادي الأهلي النهاردة كان بيلعبه فريق قوي جدا جدا جدا، وكانوا من المرشحين الأوائل للفوز بهذه البطولة، ولكن استطاع النادي الأهلي اليوم بقيادة فنية رائعة من على الخطوط وبمجموعة رائعة من اللاعبين الرجالة إن هم يفوزوا على هذا الفريق الرائع أيضا، واللي قدم مباراة جيدة لغاية الثواني الأخيرة. يعني النتيجة 84-82 حاجة الحقيقة، كلنا كنا قاعدين أعصابنا مشدودة. خلينا نروح نبارك للكابتن أحمد الجرحي المدرب العام لفريق كرة السلة في النادي الأهلي. يا كابتن أحمد ألف مبروك، الحقيقة فوز مهم جدا 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 أمام فريق صعب جدا. الله يبارك فيك كابتن إسلام، ومبروك لجمهور النادي الأهلي. و وانا سامع حضرتك بتتكلم طبعا. لا لبنان من اقوى الدول في منطقه الشرق الاوسط، مش في اسيا بس، يعني مظبوط افريقيا. والفرقه بيروت يعني بتجمع حوالي 7-8 لعيبه من منتخب لبنان، زائد ماجوك المجنس في منتخب لبنان برضو، اللعيب المجنس. ايوه بقى لهم كتير مع الكوتش بتاعهم كمان، لان كان فيهم لعيبه كتير بيلعبوا في نادي الرياضي اللبناني واتنقلوا لنادي بيروت مع نفس المدرب. طبعا فرقه محترمه وجهاز فني كبير، وكانوا محظوظين اكتر مننا في البطوله ان هم كانوا واقعين في مجموعه يعني اقوى من المجموعه بتاعتنا بكتير. نعم. فاحتكاكهم عارف يعني حضرتك هتحسها باحساس اللاعب لما كنت لاعب ان هو جاي من عدد ماتشين او ثلاثه من اقوى شويه. اقوى، فجاي من ايه؟ من ليفل اعلى منك شويه، انت ماتشاتك كانت متوسطه المستوى. فريتمه فدخل في رتم الماتشات القويه بدري. بس كنا عندنا ثقه ان احنا نقدر ان احنا نتغلب على الموضوع ده، خصوصا ان احنا في بدايه سيزون، لسه احنا يعتبر في بري سيزون، لعبنا بطوله منطقه القاهره وكسبناها وداخلين في البطوله العربيه، وربنا يكرم ان شاء الله السنه دي باذن الله. ان شاء الله. بدايه المباراه احنا يعني كنا كسبانين لغايه 16-3، وبعد كده فريق بيروت رجع مره اخرى وبعدين فضلت المباراه سجال حتى الست ثواني الاخيره، يعني ست ثواني الاخيره ثلاث ضربات جزاء اسمها رميه حره، ثلاث رميات حره جابهم اللاعب لبيروت، اتعادلنا 82-82. وبعدين في ثانيه كان فاضل ثانيه او ثانيتين مايكل تومسون احرز هدف، او يعني رميه ايضا او كره سله يعني احرز هدفين، وبالتالي نقطتين انا اسف. فبالتالي حاجه كانت رائعه جدا، وفضلنا مشدودين لغايه اللحظات الاخيره. يا كابتن احمد اشرح لنا الماتش كده من وجهه نظرك. والله احنا بدانا في زي ما حضرتك بتقول الكوارتر الاولاني، خدنا ران يعني كده جرين عليهم في الاول، السكور كان فارق حوالي 10 نقط لينا واكتر. لكن انت عارف لعبتنا كده دايما بيحصل فيها تقلبات على مدار المباراه. أيوة. احنا كنا عارفين من بدايه الماتش ان المباراه دي مش هتتحسم غير في الاخر خالص، مش لدرجه اخر ثانيه، بس كنا عارفين ان هي هتفضل معلقه لاخر دقيقتين ثلاثه، لان تقارب المستوى ما بين الفريقين كبير. ممكن نكون احنا غلطنا غلطتين في الاخر، كان ممكن يريحونا في اخر دقيقه شويه ان احنا ممكن نكسب الجيم بدري عن الوقت ده. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، الراجل خد مايلز البوينت جارد اللي هو صانع اللعب بتاع فريق بيروت، لعيب مميز جدا. قدر ان هو ياخد فاول بثلاث شوطات واحرزهم. طبعا ده كوتش اعصاب قويه جدا الثلاث شوطات، لانه كان فاضل ست ثواني. طبعا لا يعني هو لعيب توب ليفل، يعني لعيب مستوى عالي جدا. ايوه. طلب تايم اوت عندنا قلتوا ايه بقى في التايم اوت يا كابتن؟ يعني اجازتي وحضرتك قلتوا ايه في التايم اوت اللي هو قبل ست ثواني ده تحديدا، لانه حسينا بتغير يعني. والله هو كان مقرر ان هو يفنش الكوره على مايكل تومسون اللي هو المحترف بتاعنا القصير. ايوه. فرسم الخطه. دايما احنا عندنا في الاوقات دي في سبيشال سيتويشن، يعني حاجات خاصه كده للمواقف اللي هي الخمس ثواني والعشر ثواني كده. اوكي. فشرح واحده منهم بتناسب طريقه الدفاعات بتاعت الفرقه الثانيه، وبيبقى في الاخر في توفيق من عند ربنا طبعا. مايكل استلمها بشكل كويس وعدى، اتعمل له سكرين وعدى بشكل كويس.
يعني هي طبعا فيها جزء من الحظ ان هو دخل على ماجوك اللي هو اطول واحد عندهم، يعني لعبها من فوقيه بسرعه جدا دخلت، ف ده نتاج يعني تعب بقى وتركيز في الماتش. ربنا اكرمنا بالباسكت الاخير ده، وان شاء الله كده يكون يدينا دفعه ويدينا كده احساس ان البطوله ان شاء الله عايزانا باذن الله. يا رب ان شاء الله. المباراه القادمه امام واحد من افضل واهم الفرق في مصر وفي القاره الحقيقه، نادي الاتحاد السكندري. بتستعدوا لهذه المباراه ازاي وشايفين المباراه ازاي من وجهه نظركم؟ طبعا نادي الاتحاد فريق كبير وجماهيره بتعشق كره السله، وكابتن احمد مرعي وجهازه على اعلى مستوى، ورئيس النادي الحاج محمد مصرحي اصلا كان لعيب باسكت، مظبوط، مهتم بالباسكت زياده شويه، لكن طبعا ده ما يبخس من حق النادي الاهلي ان هو جاي اسكندريه عشان يلعب على اللقب، وان هو شايف انه يقدر ياخد اللقب. والمباراه برضو مع الاتحاد انا يعني هتبقى ماشيه متكافئه، يعني مين هيقدر بقى يبقى دارس التاني اكتر، مين عارف نقط القوه والضعف. احنا الفرقتين مكشوفين لبعض، بنلعب قصاد بعض على طول، الاثنين مدربين عارفين بعض، عارفين طرق لعب بعض. هتوقع بقى توفيق ربنا في المباراة، مين اللي مركز في تعليمات الجهاز بتاعه أكتر ويقدر ينفذ يوم المباراة التعليمات، وتوفيق ربنا يكون معاه ويكسب، وإن شاء الله يعني بإذن الله يكون المكسب معانا. بس في كلتا الحالات يعني إحنا بنتمنى إن الفايز من المباراة دي يحرز البطولة واللقب يبقى مصري إن شاء الله. كابتن، المباراة يوم الجمعة الساعة كام إن شاء الله؟ المباراة يوم الجمعة الساعة 5، بس احتمال يحصل فيها تعديل، ممكن تبقى الساعة 6. احتمال يعني يا 5 يا 6 لسه. واكيد هنعرف ونقول لحضراتكم. الحمد لله يعني ان ما فيش تضارب مع مباراه ليبيا، مع منتخبنا الوطني مع منتخب ليبيا ان شاء الله اللي هيبقى يوم الجمعه الساعه 9 بالليل، وبالتالي ما فيش تضارب. هو غالبا الترتيب بالماتش هيبقى على حسب مباراه الكوره، يعني هو هيحاولوا ان هم يظبطوا الماتش بقى، يعني هيسيبوه 5 يا اما لو هنلحق نلعب 6 على حسب. طبعا مش هيجي، هيبقى بعيد عن مباراة مصر عشان الفرقتين اصلا ومنتخب مصر قاعدين في مكان واحد في برج العرب، يعني السلطين في برج العرب، مظبوط. فهيبقى طبعا ده طبعا امنيا في ماتش المنتخب مصر وفي ماتش اهلي واتحاد، فطبعا لازم يبعدوهم عن بعض. هو هي المباراه من المباريات من غير جمهور، من غير جمهور، بس طبعا بيحضر بعض الاعضاء الطبيعي يعني. فحضرتك شايف ان شاء الله ان ربنا ممكن يكرمنا في مباراه الاتحاد القادمه ونقدر نعمل مباراه جيده بغض النظر عن النتيجه، لان النتيجه دي في الاخر زي ما حضرتك قلت هو اجتهاد من اللاعبين، وفي الاخر بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيودينا للنتيجه اللي هو عايزها يعني. فحضرتك شايف ان انت تستطيع ان شاء الله، النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على نادي الاتحاد السكندري او يعمل المجهود اللي يقدر يفوز بيه ان شاء الله؟ طبعا طبعا النادي الاهلي جاهز للمباراه، والمباراه بين الاتحاد والاهلي على طول دايما 50-50، واللي ربنا موفقه في اليوم ده ان شاء الله هيعدي بالمباراه، واتمنى يكون النادي الاهلي ان شاء الله اللي موفق في اليوم ده باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، لو حابب تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي انتظارا طبعا لمباراه يوم الجمعه. والله انا عارف جمهور النادي الاهلي في الباسكت بالذات بيحب الباسكت جدا، يعني يمكن هي اللعبه المفضله لجمهور النادي الاهلي بعد الكوره على طول. عارف ان فرقه الباسكت في اوقات كتير زعلتهم، مظبوط، لكن الباسكت منافساتها مختلفه شويه وعدد الفرق المنافسه كبيره جدا غير الالعاب الاخرى. النادي الاهلي مش هقول مدرب او لعيبه او النادي الاهلي كاداره مركزه في تكوين فرقه باسكت تليق بتاريخ النادي الاهلي، وان هي عايزه تحصد بطولات الفتره اللي جايه، وتم يعني بنى الفريق ده يعني من غير ما الاداره دخلت على الفريق باي حاجه. وان شاء الله باذن الله الناس كلها بتجتهد، جهاز ولاعيبه، ان هم يحاولوا يحققوا طموح جمهور النادي الاهلي ويبقى الفرقه في المكانه اللي الجمهور بيتمناها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اعتقد الاعمار السنيه او معدل الاعمار السنيه دلوقتي جيد جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. لا احنا اكبر الاكبر، يعني احنا عندنا 2 كابتن فرقه سواء مودي او ابراهيم، الاثنين واحد 33 ثاني 34، لكن اكبر لعيب بعد كده في الفرقه عنده 29 سنه. ايوه بالظبط. عندنا لعيبه كتيره تحت ال 25 سنه كلها. أيوة. عندنا لعيبه متصاعده عندها 17 و18 و19 سنه.
لا، معدل اعمارها يمكن هتكون اصغر معدل اعمار تقريبا موجود في مصر. لعيبه عمرو زهران النهارده كان مفاجاه الحقيقه، او مش النهارده، الفتره اللي فاتت دي تحديدا كان مفاجاه الحقيقه، بمناسبه ان مصعدين من الشباب ال 17 سنه وال 18 سنه. عمرو طبعا لعيب مجتهد، وطبعا ابن الكابتن علاء زهران نجم النادي الاهلي. ايوه. وعمرو شغال على نفسه بقاله فتره بشكل كويس واجتهاد كبير جدا، ربنا بيكرمه عشان هو بيتعب في الملعب، بيتعب في التمرين، بيتعب بره التمرين. فبتمنى له هو وزمايله الناشئين اللي هم دايما بيتصعدوا معانا ويلعبوا، ان هم دايما يبقوا عند حسن الظن، وان دايما بقى الفرص دي يعني ما بتجيش كتير، بس كتير. لما بتيجي مظبوط. وبتمسك فيها بتلاقي المدرب ماسك فيها اكتر معاك، ان هو دايما مدرب يبقى سعيد دايما لما بيقدر يطلع ناشئ صغير يلعبه. فاتمنى له الخير طبعا هو وكل زمايله اللي متصاعدين معانا ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد، وان شاء الله نكلمك يوم الجمعه ونبارك لك على الصعود ان شاء الله للمباراه النهائيه. شكرا جزيلا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للنادي الاهلي في كره السله النهارده. مباراه، اللي قاعد اتفرج على مباراه كره السله النهارده ما بين الاهلي وبيروت هيعرف يعني مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا، ولكن في النهايه الاهلي استطاع ان يفوز ويصعد الى الدور قبل النهائي في هذه البطوله، في البطوله العربيه. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه هتبقى يوم الجمعه القادم.